يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم في سلسلة القنادس العجيبة. شوفوا هاي وصلت، بتري حبتين يحطونها صبر، خلينا نحطي على الحبتين هايل، هاي برايورتي، وبنشوف مدى الماي لين وين بيوصل عندنا. شيء كبير حاليا. انزين الحين اللي صار، انا قاعد ابني مضخات ماء لان عندي مشكله نوعا ما مع العالم، وهني ما بنولي الجسر هذا على اساس اني شو اسوي، اني ازيد بخ الماء، لان عندي في مشكله يعني صراحه جوهريه في الماء. شوفوا في عندي بخ عالي من هني مقابل بخ ممتاز بعد من هني، بس هاي ما قاعد يتعبون لان الاستهلاك عندي وايد عالي، فاللي محتاجين اني اعبي التناكي هذه دائما، مع ان الحين في الموسم صار شو عندي مي صراحة، ولكن بعد الاحتياط واجب. عندي اكل وايد لكن ما تفرق معاي، خلاص عقب الاستواء. يلا نشوف. يلا بسم الله يا جماعة الخير، ديتنيت. يا سلام، شوفوا الاخضر لوين يوصل. شوف شوف، والله كلام كبير. الحين خلنا نشوف، يعني هذا ما اقدر ابني هنا، خلاص ببني هذا مش قضية، زين، وبحط فوقه شارع وخلاص. يا سلام يا جماعة الخير، شوف شوف، صار عندنا المكان أخضر طبيعيا. مدينا المكان وتشوفوا الترتيب اللي جاي قريبا، بسوي هذا المكان مكان زراعي، بس أحس إني بالغت في الاثنين لأن واحد يكفي، فخلوني أشل ال حط هذا ما با يس، حط هذا ما با يس. وطبعا جسور صغيرة أموره طيبة، يعني مش قضية. الخط هذا ما باه يس، الخط هذا ما باه يس، دام يقدرون يوصلون ويبنون أمورهم طيبة. شوفوا كمية الأكل اللي عندي، وبس بعدني بسوي هني، بنتج هني أكل في المدينة هاي اللي عندي، بيكون في عمال وبنتج أكل. فعندي حد هني أصلا؟ صفر. أنا عندي هني كم واحد غير موظف؟ خلنا نشوف، عندي 28 غير موظف، اقدر اسوي مايجريت بوبيليشن، اقدر اشل 15 واحد يروحون ديستريكت 2، وهذا ارد اشغله، ازيد الناس اللي عندي هني 8 اوظفهم. ان كونكتد بيلدينج مو مشكله، هذا بس يستوي لك كونكت، بتكون كونكتد انت لا تحاتي. خلينا نحطيك برايورتي وانت برايورتي، لان محتاجينكم الصراحه برايورتي. وهاي ليش نت كونكتد؟ اها هاي الجسور اللي حولهم لاكس وركرز بيون. خلص الحل السكراب كله، عندي 500 هني بعده، مو مشكله هذا خلص. هذا بيكون عندهم شغل ثاني طويل عريض الحين، اللي هو انهم يزرعون. يا سلام، بنسوي ممر جنب النهر، نقدر نحول النهر نفسه الى ممر ترى، بس احس اخليه بالطريقة هاي، بيض مطالع ازرق ماي احلى. كنت ابى اسوي حفرتين دبل ديناميت، بس مشكلة الديناميت وايد يطول، فاحس انه ما يستاهل الوضع بصراحة. فخلونا نسوي شارع هني، وارخص لنا ان نسوي شارع بالطريقة هاي ترى، فكرة شارع هني، شارع بالطريقة هذي، وهاي راح يكونون مزارع، مزارع شوي نظامية أكثر من المزارع اللي متعودين عليها، بس أمورها طيبة إن شاء الله. تكون شوي على مربعات، وإني بخط من هني، إني بخط هني، ونوصل الجماعة الطيبة كلهم، لأن هذا بس يوصل عادي. الحين مسوي دونيت واحد، تشوفوا يتوسع أوريدي، يعني مسافة طيبة. بس هذا بيكون في الموسم فقط موجود، ما بيكون دائما موجود. سؤال، أقدر أحط الديناميت تحت الجسر؟ يعني لازم اهدم شيء مقابل شيء. اذا احط هني انا متاكد، يعني هاي للحين بعد يبغى لهم حد يبنيهم، بس اذا احط هني ديناميت يعني اعمق الحفره بعد بيكون اقوى. بس حاليا انتاج الماي عندي مفروض انه قوي، ومفروض انه يبنون هاي الاثنين، فبيكون عندي الامور طيبه. وهذا اللي سوى لنا اياه الديناميت، خلى الارض دائما خضر. شوفوا هذا فل الحين، شانس انه يكون فل عالي، بس ما ادري يستهلكونه، بس احسه يا يفيد انتاجيتهم يعني مش على الفاضي. انزين هاي المدينه كم واحد فيها الحين؟
المدينة فيها ولا حد غير مداوم. أوكي. المدينة الثانية كم واحد مش مداوم؟ أربعة. أربعة خلهم شوي، إذا أربعة بنفتح أي شيء بيبدأوا بيشتغلون عادي يعني، بس بيزيدون وايد عندنا الحين. فبعدني أبغى أزيد الأكل هني، هني أبغى أزيد الأكل. مثلا أبغى أحط، براويكم المخطط البيسك يعني، فود اثنين فارم، واحد هني وواحد مثلا هني تقريبا، واحد هني وواحد بنقول هني، هذا واحد 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 واحد. اوكي، هاي الديناميت شو بيسوون؟ بيزيدون المساحة الزراعية صحيح؟ الحين لا، لازم يزيدون المساحة الزراعية غصب. هذا انا بنمده شوي، فشو بنسوي؟ بني بالشارع لين هني اوكي بالطريقة هاي، وبنحطي بلدرز هات وين؟ هني عساس يكبر المجال المجمل حق البلدنج مال المنطقة كاملة. انزين، بالتالي انا ابغى ازرع المكان كامل. طبعا سالفة انك تعال سوي ديناميت ترى سالفة طويلة وغثيثة، ترى يعني لا تتوقعون انها سالفة حلوة يعني. حاليا ترى اعاني نوعا ما. انا اقدر الزق في جنبه واحد ثاني حق ورق، الصعب. انزين خلني اكنسل هذا، خلني اكنسل هذا هذا. يالس ينتج هو، بس احس الورق مش كفاية. هذا يوم ينتج ترية ورق صح؟ ورق ترية لوك، واللوك وضع بيض اصلا من زمان. عسبتي انا كنت بسوي لوك زهني، بس خلي ولي خلي ولي. الحين خلنا نحطي منطقة المزارع. انزين خلنا نحطي منطقة المزارع، بنحطي هني بنزرع عندنا هني. ابو اعتمد، خلوني مش ازرع هذا، ابا بلو بيري. ما زرعت انا بلو بيري لحين صح؟ هذا لوين يوصل؟ هذا وصل الليمت ماله صح؟ وهذا وصل الليمت صح؟ نسوي بلو بيري هني، لان عندي وايد احس جزر وهذا ملل. خلونا نسوي بلو بيري، بسوي لهم بلو بيري احلى. فود مش فود، هذا بيكون وود فورستري. هذا معناه بنهدمه، هذا بنهدمه، وهذا هدمه، هذا بنهدمه. اوكي الحين بنيب هذا اللي هو عفوا الفورستري. اوكي نيب فورستري، واحد اثنين ثلاث. انا خسرت موارد هناك بس مو مشكله. زين هذا بلانتس اند هارفست، حلو. هذا معناه هاي المنطقه شو راح تكون؟ شير شير بلو بيري هني. اوكي بلو بيري هني، خلهم يطفحون بلو بيري. هني بلو بيري، هني بلو بيري، هني شارع نزلة، هني في صعدة على ما صح؟ ما في صعدة؟ خلنا نسوي لنا حيل، نسوي من شارع لين هني تقريبا شو متقطع مو مشكلة. بنسوي بني بالفرقة، بنقول قلت هذا اوكي. زين هذا بلو بيري هني كامل، وعندنا بسوي كمية يعني بلو بيري. خلاص بسوي بلو بيري لين هني. انا ساحدد المناطق اللي انا خاطر يكون فيها بلو بيري، مش قاعد اطالع الحين ينزرع ولا لا. يعني الحين هذا معناه هذا الشارع اذا بيروح اي مكان لازم يروح بالطريقة مختلفة، هاي الطريقة. إذا بيروح أي مكان يعني، إذا كان بيوصل يوم من الأيام الطرف الثاني بيكون بالطريقة هاي. إنزين بس هذا معناه هني أنا ما أقدر أحط شو هذه الحبة
لازم اكنسلها حتى مكانها شو انتي الحين شيء اساسي وايد في المكان. انزين لان اساس نوصل مي. انزين الحين هايل كلهن بسويهم برايورتي ويت اللي هني اوكي، واللي هني راح شغال صح، وهذا راح يشتغل. هلا يبدا الديماند الاول كان مسكرينه نحن اوكي، وهذا ما نبغى. المنطقة راح تتحول إلى مستعمرة جديدة عبارة عن مزارع طيبة، يعني دوتي نت هايل اوكي، عشان يزرعون مناطق كبيرة. هني ما بزرع، هني بعتبر الداون تاون نوعا ما، فما بزرع صراحة، وهني بعد ما بزرع. بسوي شو الطريقة هذه، بسوي شارع ثاني بس احتياطا احتياطا، وبنزرع بعد بلو بيرز هنا. يا ظني كفاية انهم يشلون ويسوون كل شيء ويرتبون الامور على اساس تكون ممتازة جدا. يلا يلا يا كريم. زين نحط هنا بلو بير في الوسط؟ لا بنحطي، ما بنحطي، بس على اساس ان هاي اللي بدون شغل. هاي اللي انتم حد غير موظف قلنا لا صح، ان امبلويد ون ون كونستراكترز عندهم تو بعد محتاجين بيوت. حق كم عندهم بيوت؟ بعد عندهم دبل لوج، عندهم وايد بيوت. زين هذيل بالطرف الناحية الاخرى بلدنج لاكس ماتيريال. اي بلدنج ماتيريالز؟ ماتيريالز جريل بوتيتو يبغى لوكس بوتيتو اوكي. هذا برايا يعني مهم. هذيل عندهم 11 ان امبلويد، اقدر اسوي لهم مايجريت ابا 8 هناك ديستريكت 2. تعالوا هني زين واشتغلوا، انا محتاج انكم تشتغلوا هني لان هني عندي وايد شغل، وايد شغل عندي حكم. انزين ممتاز 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 ممتاز. الحين بدينا ديستريكت جديده. طبعا الديستريكت الجديده مش معناه نهايه الديستريكت، ليش؟ لان انا بيكون عندنا ديستريكت ثانيه فوق، اللي فوق فعلا ما بيكون فيها شيء الا شو، الا سكافج. يمكن حتى ميها الصوب يصير صوب ثاني، لان هالمنطقه يمكن افكر احولها منطقه تصدير زراعه. يعني تشوفون هاي تصدير بلو بيري، يعني هذا هذا نيو روت لين هني ابا بيرس جو ريس ريس سير في شو بيرس. لا تسوي لواحد اثنين زين، لان المنطقه الحين عندها الشيء الاهم الا هو شو المي. عندي انا امبلويمنت زيرو، الجوبز عندي عاليه جدا في هالمنطقه. هذا اهم شيء، اهم شيء منطقه شو التوت، قرية التوت. عرفتوا هاي قرية التوت؟ هاي قرية التوت ليش كلها مبنية على متفجرات وهالسوالف وهاي الامور. السؤال الاهم اللي بتسألونه، كيف توصل هالاماكن صح؟ مثلا هذه لازم اكسرها اول شيء، بوصل هاي. خلاص بكسر هذا حاليا، في درب ثاني هني ولا اقول ليش. هل هذا الدرب موجود؟ هل يعطون هاي برايورتي حق هذا؟ اسوي طريق من هني ويعطوني هاي برايورتي حق هايل اوكي، واقدر اوصل طريق ثاني لين هني يون يحطون اغراض من هذا الطريق. في طريق بديل بيكون الحين، هذا الطريق الاساسي ما نبغى نلعب الدرب وايد صراحه. لان ليش؟ لان هنا بيكون عندنا زراعه جامده جدا، والزراعه هاي معتمده على الموظفين اللي مش موجودين عندي حاليا. اوكي الحين عندي حد بعد ما يشتغل هني غير عندي 15 ماي جريت 10 ديستريكت 2 كلهم شغلانهم هجره. انا ايوه الحين عندي حد غير ما يدوم، عندي 8 ما يدومون. نايس. الحين مطلوب اللي ما يدومون عندي مطلوبين بالنسبه لي، ليش محتاجينهم؟ ابا هني ضروري يا جماعه واحد، ان الجماعه بنيت هاي الثلاثه كلهم، لان هذا اذا خلص اقدر اسوي اشياء ثانيه، لان الحين مش قادر اتحرك. العمال 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 مال منو بيون هني؟ عمال هذا ما بيون،
عمال هذا مفروض يجون، بس ليش في درب من هني؟ انا ما مسوي لنا شارع. المشكلة اذا ما تسوون مكان باث حتى هايل، شوفوا اشياء بسيطة يعني، ها اشياء بسيطة جدا يعني، شارع بسيط جدا خرب لك ترتيب كامل. زين معناه هذا لازم نشله كامل، نسوي مواصلات لازم تنقلهم يكون سهل، نتنقلهم صعب انا اللي باكلها. ايوه الحين بيشلون هايل، الحين زين ان اكتشفناه. نشوفه كم واحد يا الحين، اذا كان في مشكلة في الشارع، المشكلة في الشارع، وهذا بعد عنده مشكلة نوعا ما في الشارع. الحين نقدر نسوي شارع جديد كامل يوصل للمنطقة الثانية، شفتوا كيف؟ الحين هذا ما له داعي اصلا لان موضوعه غير. زين وهني يستوي عندنا الشارع، استوى عندنا تقاطعات يقدرون شو سيدة لف منها، سيدة قاموا يستعملونها شوارع والتقاطعات وتوفير المسالك للسكان وايد مهم، وايد مهم، وايد 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 مهم. هذا شو اخباره؟ يصدر شيء؟ المفروض يصدر مي بس ما قاعد يصدر مي. معقول انتاج المي ما يكفي؟ عندكم ان امبلويمنت؟ عندكم. خلنا نخلص المي اللي في العالم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثمانية غير اللي موجود. تشوف هذا ما يركب هني بالغلط، ما يركب. سوينا كمية مي، حتى هذا المكان الفاضي راح اسوي فيه تانكي. الطريقة هاي وحط فيه حبة شارع عشان يتوصل، اساس انتاج المي اباي بخ عندي بخ كل مكان يكون فل خلاص عشان الزراعة تستمر مرة طول السنة. الحين هالبيريز نوعا ما بيستمرون، بس نوعا ما بعد ما بيستمرون ترى. زين وين الخشب؟ فورستري هني بعد نبا، يعني ان امبلويمنت في عندنا ستة غير مجال. هذا بس يا اخي لو اوكي هذا حله، اتصور شارع بيحل الموضوع. ايوه حل الموضوع خلاص. هذا لو انا احصل طريقه، شوفوا يا ابو كل موجود نايس. خلونا شو نسوي؟ نحط هذا بالطريقه هاي، نسوي الشارع عفوا نعطيه اولويه واسوي شارع. لازم يكون مفصول بجيت. خلو الجيت هذا يس هني، هذا ديستركت جيت، لان هذا ديستركت ياسين نفصلهم عن بعض، عرفتوا يعني؟ الحين هاي التابعين لهاي المنطقة، فكل شخص قاعد يشتغل ما بيشتغل في منطقته، دلوعين. يس الطريقة هاي، وهذا نعطي أولوية. بنسوي نفس هذاك، شوفوا على أساس شو يجيلنا، شو يجيلنا ماي هني. بس هو الموضوع كله زراعة البلو بيري ترى مش سهلة أبدا، حاليا مش سهلة حاليا. الحين إذا بيروحون ياخذون لفة عودة تراهم. أيوة كفو عليك، هذا دوتينيت زادت منطقة زراعية مالنا. في نفس الوقت قدرنا نحطي الشارع ونحطي له أولوية ونحطي عليه ممر فوق. يا سلام سلم، يا سلام سلم. الحين هذا آخر شيء اللي يحط له خشب اللي من هنا، يستهبلون والله، عطشانين الجماعة. ليش ما تصدروا لهم مي؟ كل هذا المي ما يخطر على بالكم تعطونهم دبة مي؟ والله عيب عليكم. والله عيب. ثمانية ماي 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 اد نيو روت. ابا اعطيهم شو؟ برد ولا عندي برد وايد؟ عندي برد وايد، خلنا اعطيهم برد بعد، خلهم يست. زين على اساس باكر يجون يبولهم على الاقل ثلاثة انفار يبون مي.
هني يبالنا نسوي حفر عودة بالديناميت عقب وبيطلع موضوعها طيب الصراحة. بس الحين السالفة تشوف مثل هاي تاخذ وقت، يعني تفجرون بلوك 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 بلوك، وهذا يمكن ما قاعد يحصل حتى ورق، هاي مشكلة ثانية. فالحين نقدر نسوي وايد اشياء هني، وايد وايد وايد. شوفوا كمية الماي اللي عندنا والبخلة ما يقعدون شو يطرشوا لهم ماي. الله بخل، في ناس فيها بخل مش طبيعي. زين بس الاكل الصراحة الحين مسكت حاليا. انزين هاي في حد ان امبلويد، 8 ان امبلويد، معناه اقدر احط فورستر غير، ترى رايز ما في عندهم غير هذا اصلا. اذا بيساعدون في الخشب خلهم يساعدون برايهم. هذا معناه انا شو ابغى اسوي، شو شكل المدينة الصراحة لما يستوي اسطوري. البيوت مالهم بعد حليوة ترى، بس هل هي بيوت فل؟ بيوت تقريبا فل، نقدر نبني بيوت حاليا بس ما نحتاج لان عندنا بطالة هني. بس ابغى احطي لهم ليجر، بحطي لهم تمبل الدستركت هذا وين كان عندنا اسمه لو تذكرون السكراب مثل خذناه، بنحطي لهم رسول بعد شو أكل شيء من المهرجانات يستاهلون، خلهم بس يشتغلون من الصبح لليل يحتاجون شيء يستانسون فيه. هني بعد بنحطي لهم هذا مال ليجر، بنحطي لهم إيه، وفي مكان هني حق شيء. هذا السؤال الصعب، ممكن هني أخرب الشارع أسوي شو؟ زين خلنا نشوف كرسول يركب الحين هذا. اوكي نقدر نحط الشارع الطريقة هاي وشارع بالطريقة هاي الطريقة هاي يكون موصول. اوكي خلهم يستانسون شوي، خلهم يستمتعون يا اخي، شو وراهم؟ ليش معيشينهم فقر الحين؟ بيجي موسم الجفاف بيوقف بخ الماي مفروض الحين من هني، بس المفروض تكون امورنا جيدة جدا. الجماعة للحين عطشانين، نيترشنز 1 2 3 ما عندهم. زين هذا شو فيه؟ هذا المفروض قاعد يفضونه صح؟ هي قاعد يفضونه، المفروض عندكم خبز، المفروض عندكم دنيا بوكس بريد ما ادري شو الى اخره، كل شيء عندكم. زين اذا بحطي لهم ستورج عود بدون ما اتشرد، شوف الستورج، حط الستورج هذا المكان ونحطي عند الشارع حق حسن المواصلات. اوكي ونعطي هذا اعلى برايورتي عندهم حاليا، لان هذه اللي هنا الحين ما يقدرون يزرعون لانه ما في شيء، عرفتوا؟ ما في ديناميت، لان لو في ديناميت بيزرعون عادي اساسا نحط لهم مجرى ماء يعني. بس 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 الخطة نفسها صراحة أنيقة، خطة أنيقة والله. يعني في الموسم الحين لين وين نزرع؟ لين داخل نزرع، لكن المشكلة في خارج الموسم مش في الموسم نفسه. قام يوصل لهم مي، قام يبنون هذا على الأقل، والله مسكارة عندهم مفروض كل شيء صراحة. انا مش كنت اعطن اي خليهم يبون لوج، ايهم يبون كل شيء، مفروض هم يقولون كل شيء. ها عندهم 15 جزر، 10 بوتيتو، سكراب متل، هذا هني بنصدر البيري كله صح، وهني بس سكراب متل. من هذا السبب هاي بيستنزفون شوي موارد المدينة الثانية شويتين، عرفتوا؟ ولكن ولكن بالمحصول المنتج العام زين. انزين خلنا نروح، هذا في ماي، هذا في ماي، ها بعدهم ما بنوا في بخ ماي، في بخ ماي جميل في المنطقة ترى. نقدر هني نحشر تانك صغير هني وتانك صغير هني، ما بخلي شبر واحد فاضي. اقدر 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 اسوي حركة ثانية، اسوي هني مخازن مي، ما
ممكن جدا يعني لو أجيب الممرات هاي الطريقة هذه هني وأسكر هذا المكان كامل. اوكي هذا المكان 2 3 لحظة هذا له خطة ثانية صبر يس هذا لأنه 4 بلوكات صح؟ إذا هذا 4 بلوكات أي 4 هني بهني 3 نروح نسوي مجموعة حاصدات ماي هني ولا بمبات ماي زيادة بس ترى هذا مش شيء يعني الحاجة هذا يتفوق الحاجة بمراحل يعني ولكن أحس أنه مجبور صراحة على الاستوى مجبور أفكر في الأكل وأفكر في هذا. إنزين أبغى أبني 2 3 زيادة أنا هني بس ما عندي مكان. ممكن أطلعهم هني اللي أبغى أبنيهم ولا هني مشكلة دستركت ثاني وما بقعد أنحشر في دستركت أنا معين شيء معين أسوي صبر. فبالتالي هني شو فل عندي أن employment بعد صح؟ هني شو أخبارهم أن employment 38. انزين هني أبغى أي فوق فوق مشكلة فل خلنا نسوي فوق هني صبر أبغى أي هني أبني درعي حلو في منطقة صغيرة أول شيء فيها ستور حلو ستور من حجم العائلي أوكي هذا الستور المفروض يوصل كل حد عند الستور هذا أسوي أجيب الأكل لأن عندي وايد موظفين ممكن أستغلهم واحد اثنين واحد اثنين 4 طحانات قمح لحظة هاي اللي بولها كهرباء ويت 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 هاي بولها كهرباء وماي اذا كهرباء نقدر نسوي شيء ثاني ويت نقدر نجيب اصدقائنا هايل اجين المبنى نفسه يس يس والنيب يبالا الوندمل ها كم يبالا 120 حلو مال الاكل كم يبالا ما في شيء ثاني ولا هاي يبالا 60 يعني كل اثنين تقريبا واحد مال هو يخلصه فبحطي واحد اثنين construction farm very far يقول ما بابدا ديستركت لا انا ما بابدا ديستركت زين انا ما بقى ابدا ديستركت فبالتالي افكر يعني سيري سيري اني ما ابدا شيء صراحه لان الديستركت يبغى له شغل وانا ما مش متفيق حق الشغل هذا مال الديستركت صراحه زين ابغى تبنون هذا اولويه وابغى احطي عقبها هذا الطريقة هاي لان اذا بطحن الحين شو بسوي بحط لي واحد وندمل قولوا واحد هني وواحد ما يستوي جنب بعض بالضبط 2 3 وبحط لي 4 ولا 5 من هايل اللي هم هني بس ما بيكونوا ديفرنت ديستركت يعني اوكي وبحط لي مال الاكل هاي اللي بن كهرباء واحد مثلا 2 مثلا طريقة هاي 4 زين ولازم نشيل هاي الكل هنا اصلا الروت لان هاي منطقة خفيفة فوق يعني حرام انه اصلا يقولوا لي شو اسمه
زين بالطريقه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. زين وعندهم هاي بوصلهم من بنون، وعندهم ابى ابني النكست ستيب للخطوه التاليه هم البيكري الخبازين. ان هذا كله وين بيروح؟ هذا كله بيروح بالضبط في نفس شو اسمه الستور اللي هني، وهالستور مفروض انه يتوزع نظريا. فالحين صار عندي منطقة طبخ كاملة للمعدات. انزين المنطقة بكبرها للطبخ يعني. والشيء الثاني الجريل، اقدر احطي مجموعة جريل 2 3 وامد شارع استوى عندي 3 grills. جريل ما يبغى له كهرباء صح؟ لا ما يبغى له كهرباء. استوى عندي منطقة طبخ هني في مخزن اساسي. يعني هاي راح يسوون شغل وايد وايد شغل، مش شوي، وايد وايد شغل راح يسوون حق المنطقة كأكل كغيره. بس شو السالفة الحين؟ السالفة أنا بعرف هل ممكن أفتح أشياء جديدة أو مباني جديدة. أنا هذا اللي ما شفته للأسف. أنا خاطري في اللعبة يكون فيها مباني أكثر صراحة، أساس أن الواحد يبدأ يسوي أشياء أكثر. هني شو أخبارهم صح؟ نسيتهم أنا. ديناميت ودنيا وهذا مش طبيعي. وها السالفة هني. هني موسم الجفاف، والله أنسى موسم الجفاف سبب السد اللي هني. الدنيا بخير والله، ولا أدري بالجفاف. زين الحين معناها فل فل almost فل. شوفوا كم ماي عندي بالألف، ومنطقة التخزين اللي هني بعد بتشيل آلاف ماي غير. شوفوا شوفوا كمية الماي اللي عندي، كل الأماكن فيها ماي قاعد تكمل نمو وتكمل زراعة. عاد البيري برايهم أنا مش فارق ويا البيري صراحة، مو الصدق يعني. بس شوفوا كيف استهلاك الماي، يعني السد موجود والماي مستوى قاعد ينزل. شوفوا من ما ادري اذا منتبهين ولا لا، بس مستوى الماي ينزل بشكل مش طبيعي. يعني هذا مخطط نهائي يسمونه اصلا. هاي ظني الحلقه الاخيره يعني، مو بيكون في شيء ثاني. خلوني اخذ راحتي فيها، وخلنا اعطي اولويه حق هايل اساس يسوون لنا كميات من الاكل. إذا عيبتكم اللعبة موضوع ثاني، ممكن نكمل الصراحة. بس حاليا في عندي 62 unemployed. واو 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 صراحة 62 unemployed رقم ضخم. هاكل الوظائف ترى مش سهل توظفونهم على فكرة. يعني كل ما تبنون أكثر كل ما تتعبون يأكلون أكثر، وكل ما يباركم شوي نوعا ما وظائف أكثر. أنا الحين أبغى يبنون هذا بس ما عندي لوكس. خلني أسوي مكان حق اللوكس، مكان زيادة. مثلا هذا ما كان يقص صح، كان يقول ما في شيء فهدمته أنا. خلنا نشوف الحين بيقول نفس الكلام ولا بيتغير. إن شاء الله ما يقول نفس الكلام. ما محتاج ماتيريال، ليش تروح ترجع؟ أنا هذا اللي مش فاهم منه. أبني مرة واحدة يعني. Nothing ان رينج. واو اوكي اوكي. هاي البت بيجازون. هذا موجود هذا موجود. بيقصون بيقصون، بنحصل لوكس عادي يعني. لوكس بنحصل بنحصل لوكس مو مشكله. بس اهم شيء هذا ينبني. انا اخاف يعطون اللوك حق كل حد الا اللي يبغى يعطون اللوك، لان اللوك عندنا دائما نستعمله بشكل مرعب يعني صراحة. أنا كانت الخطة هني أسوي اللوجك صراحة، يعني صبر خلنا نشغل هذا شغل هذا. طيب كله في القص، خلنا نلغي القص هذا كله. هل هذا يبي يقص الصبح؟ بيساعدنا شو، بيعطينا كمية إضافية من الخشب بيكون أوكي. الخشب والله هي صراحة مصيبة في هاي اللعبة. ما أعرف أنا جالس أبني بشكل مرعب
ان هي خرافية. بس عدلنا وايد اشياء، يعني السد هذا، السد الخطير هذا، ممكن نسوي سد ثاني بعد، يروح لاخر الماب، حرام يعني الفاضي قاعد يروح. ممكن نكبر الماب، ممكن نكبر وايد اشياء. هني ليش ما ازيد زراعة؟ هاي الكلن فلة، اكل فل، وهاي اللي قاعد يحصلون اكل اصلا، ما يحصلون ماي. انا اللي مش فاهم انه ليش ما يحصلون ماي. خلينا نحط مركز استقبال ثاني، شوف هل راح يستقبل، لان يمكن الكميات هي مش عدلة. ما اقدر ازيد عن 300 هذا، لان المفروض يشيلون يحطون عندهم في الستور الصراحة. بس انا ما اعرف وضع الستور هذا، ما في بلانكس، ما في شيء، انا ما قاعد اوفر لهم شيء. جيرز ما في، لان لوجز ما في، وبلانكس ما في، كل شيء ما شيء طبيعي يعني. في شيء ثاني مبند غير هاي؟ بشغل واحد من هاي لان عندي ناس وايد. شوفوا بنو هذا، بنو هذا، هذا صعب تبني. بس هذا خدم المنطقة كاملة، ممكن يخدم اكثر اذا اسوي له شارع. بس فرستن يعني انا هاي كلهم مسوينهم برايورتي، لاني فخلوني انزل برايورتي مالهم حبة. زين اول شي ابغى يروحون هني، هذا بخلي برايورتي ماله اعلى، لانه ما شاء الله على طول عبوا هذا الستور اللي هنا على طول استعملوه. اوكي اذا هذا بنو احسن، لان كونستراكترز بيون بيساعدون وايد في البناء، عرفتوا؟ يا سلام يا جماعة، والله ترى اللعبة هذه شيء صراحة جميل، يبالها صح شغل، يبالها أشياء، لكن بالمجمل ترى صراحة خطيرة. يعني مش إنه شيء عادي، لا لا مش شيء عادي. اللعبة هاي اللعبة بالنسبة لي من أفضل الألعاب اللي لعبتها آخر فترة. لكن انا ما بارجيشن، انا بستور سوي بالطريقة هاي ونحطيه زين. يعني اللعبة فوق المستوى صراحة، فوق المستوى. انت ليش ما تقول؟ انا احس انها فوق المستوى الطبيعي يعني صراحة. بالنسبة للعبة من عيارها ثقيل بالنسبة لي صراحة، استوت مو بشي بسيط. هاي يمكن نعطيها بريورتي عالي. اوه نسيت احط الوصلات. هو المفروض كلهم متوصلين في الكهرباء خلاص، هذه الفكرة العامة يعني. اسبتين احنا بنعطي هذا برايورتي بعد مع المبنى. يا سلام يا سلام سلم. زين اباكم تخبروني تحت اذا هل المكان كبر ولا انا يتهيالي. لا 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 ما كبر ما كبر. باكم تخبروني في الكومنت تحت، تبون نكمل، تبون نسوي يعني مستعمرة اكبر، لو ما تبون شو تحسون انتو الوضع يعني صراحة. ما اعرف انا صراحة بروحي، ما اعرف، محتار اكملها ما اكملها. احتمال تكون الحلقة الاخيرة. نشوفكم ان شاء الله في العاب ثانية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.